السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقترب من اليوم 80 للحرب، هذه الحرب التي أذاقت الناس الويلات وأجبرتهم على دفع ثمان باهظة جدا لم يسبق لها مثيل. اليوم على الرغم من كل هذا ومن كل هذا الوجع ومن كل ما يجري ما جرى ويجري، بالتأكيد نحن موافقون جدا لأن هذه الحرب سيأتي يوما ما لحظة ما ستنتهي، ستتوقف، ستضع أوزارها. نحن بدورنا أو من تبقى منا حقيقة سوف نعود إلى الشباب إلى البنود، سنعمرها من جديد، سنسكنها من جديد بمن تبقى بمن حضر تأكيد على الرغم من كل شيء، لأنه ببساطة لا خيار آخر، لا يوجد لدينا خيارات أخرى غير هذا الخيار، لأنها ببساطة أرضنا، عشنا فيها، ولدنا فيها، ترعرعنا فيها وتربينا فيها وننتمي إليها، وبالتأكيد نحن جاهزون لدفع مهرها. السلام عليكم.